هذه المنشأة ليست ملكا لحزب الله وصاحبها موجود ويمكنكم أن تسألوه. هل أنت منظم في حزب الله؟ نرجع نكرر ونعيد هذا الموضوع، لا مش منظم بحزب الله. نحن أكيد نفتخر بهذا الانتماء للبيئة، بيئة حزب الله، البيئة المقاومة. فقط أمام الجمهور اللبناني واتضح بعد ساعات هذا الموقع الذي عرض على الفريق. متأكد بأن هذا المكان هو للصواريخ. ربما هي سابقة إعلامية بأن يتهم رئيس. أو يعني على المباشر حتى لا أكون.